هي اول ما الكوره جت في العارضه بتاعت الشحات والله انا بصينا بعد انا قعدت اقول كلام ملوش لازمه طبعا اتعصبت جدا قلت له ايمن هو شافني متعصب جدا اهدى اهدى والله ربنا شايلنا في الاخر وهنجيب جون في اخر الماتش انت قلت له كده انا اتعصبت جدا اتعصبت وقعدت ازعق بس اهدى ده خير ربنا شايلنا في اخر الماتش يعني يبقى حد تقريبا من نادي الزمالك وقع بعديها فاللعبه اتوقفت فانا اتعصبت جدا وكده وقعدت ازعق فهو قال لي اهدى وربنا شايلنا في الاخر ان شاء الله. انت حسيت بكده ياسر يعني انا دايما انا اقول احساسي وانا قلت يمكن امبارح احساسي دايما واحساس بعض اللعيبه ايمن بيحس خلاص النهارده مش يعني الاحساس ده بيوصل الكره دي لو ربنا رايد كانت هتيجي انا حسيتها كده وانا بتفرج على الماتش يعني هو كابتن شويه ان النهايات الفرص بتبقى قليله شويه لان الفرق لما بتدافع 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 بالتزام قوي قوي طبعا بتدافع بالتزام فالاجوان بتبقى صعب ان هي تيجي فلما يجي لك فرصه سهله زي دي وتضيع طبعا هو يعني يعني عدم توفيق طبعا حسين كان عايز يحطها لكن هو الواحد شعوره من جوه ان هو كان عايز الجون ده يجي يطمن شويه بطريقه غريبه انها تيجي في العارضه وبعدين تيجي في انا قلت هتيجي في محمود علاء يعني عارف تدخل العارضه ومحمود علاء وتخش انا قلت كده والله فجاه لقيت الكره اوت وحسين واقف انا ببص انا بجري احتفل لقيت الكره لا وبعديها كابتن بعديها بشويه كنت فاكرها جون والله انت ياسر خلاص كره جون وبعديها بشويه زيزو في العارضه فالواحد لا يعني في حاجه غلط لسه في امل بقى خلاص يعني في حاجه خلاص بس انا كان عندي يقين اليقين ده يا ياسر كان جاي لك منين بقى؟ انا حاسسك بان احنا هنكسب وتطمنه والله مش عارف حتى انا اديت لي قفشه في الملعب قبل ما يشوط الكوره دي قلت له قفشه خلي عندك ثقه في نفسك والله انت اللي هتكسبني انت اللي هتجيب الجون انت لعبت كل الكلام ده والله ده حصل قبل ما يجيب الجون على طول بخمس دقائق هو قال لي الكلام دوت خاصه بعد بعد الفاول اللي شاطه جت جنب المقص ديت هو حتى قفشه كان معانا امبارح جاله بقى الاحساس انه ممكن جدا قرب يعني هو قرب من الجون قرب الحمد لله اكيد الحمد لله طبعا يعني عقل بينا شويه بس الحمد لله وخلي بالك الفرحه الحلوه بتبقى يعني بعد مباراه صعبه